والبداية باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والسيد عمرو الجرحي وزير المالية، وكان ده بحضور نائبي وزير المالية لشؤون الخزانة العامة والسياسات المالية والتطوير المؤسسي. تم استعراض المؤشرات المالية المختلفة للأداء الاقتصادي فضلا عن الملامح الرئيسية لإعداد الموازنة العامة للعام المالي القادم 2017-2018، بالإضافة طبعا إلى الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وحجم الدين العام. معانا لمزيد من التفاصيل حول الخبر الأستاذ ضياء الحجري مسؤول ملف الرئاسة بوكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخيرات أستاذ ضياء، أهلا بيك يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا بيك. يعني زي ما قلنا في الخبر دلوقتي يا فندم، يعني لقاء بنتكلم عن المؤشرات الاقتصادية، وزير المالية حاضر فيه. السؤال دلوقتي حوالين الإعداد للموازنة الجديدة 2017-2018، أهم الملامح اللي ممكن تكون في الموازنة الجديدة تختلف عن الموازنة السابقة، بالإضافة طبعا للقضايا اللي أثارها سيادة الرئيس امبارح. تمام. هو طبعا يعني من المفترض يعني أن مشروع الموازنة ده بيعتبر يعني قانون، يعني مجلس النواب وكان قبل ذلك يعني مجلس الشعب في شهر مارس كان بيناقش الموازنة العامة ويدخل عليها بعض التعديلات إذا يعني شاء، وإذا لم يشأ يعني يعتمدها كما هي، يقررها يحلها إلى رئيس الجمهورية تصبح قانونا ويمضي العمل به. ملامح هذا العام يعني تعد هذه الموازنة العام 2017-2018 هي الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، إذا يمكن أن تتجاوز تريليون جنيه مصري. هي الأكبر تاريخيا يعني في تاريخ كل الموازنات المصرية. تمام. يعني تريليون ده لأول مرة، يعني رقم ضخم جدا يعني. لأن قبل ذلك يعني كانت أقصى حاجة كانت وصلت ليها حوالي 850 مليار جنيه. فهذا يعني معناه ذلك أن الاقتصاد المصري يعني في سبيل يعني الدخول بقوة والانتعاش وتحقيق مزيد من التقدم. ممكن أقول يعني أن هذه الموازنة تتضمن يعني عدة أشياء مهمة. أولا تستهدف خفض العجز إلى ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا شيء مهم يعني، لأن الناحية الاقتصادية عندما يكون يعني العجز 10% من إجمالي ما تنتجه من مصر من اقتصاد، فهذا معناه أنه في المجال الآمن، وبالتالي تستهدف أن يدور هذا العجز حول هذا الرقم. تستهدف أيضا خفض الدين الداخلي بحيث يعني يستطيع الاقتصاد المصري يعني أن ينطلق إلى الأمان. البرامج التي تشملها بقى الموازنة هي زيادة الدور الاجتماعي، زيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات، تمام، دعم السلع التموينية، وزيادة دعم الكهرباء، زيادة التأمين الصحي، زيادة يعني دعم الخدمات اللي بتقدم للمواطنين. بس ممكن حد يسأل يا فندم، دايما السؤال اللي بنسأله وبيلح كمان على رجل الشارع كل مرة بيتم فيها الإعداد للموازنة، الترشيد الإنفاق الحكومي، لأنه احنا زي ما عارفين عندنا عجز، عندنا مشاكل اقتصادية كتيرة جدا. الى اي مدى البند ده يعني موضوع في الاعتبار واحنا بنضع الميزانية او بنصيغ هذه الميزانية، انه يبقى فيه ترشيد لنفقات الحكومة، لنفقات الوزراء، لغيره، لان دي ممكن الى حد كبير يعني ممكن تساعد في سد عجز الموازنة. هذا بالضبط يعني ما وجه اليها رئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع امس، حيث وجه يعني بترشيد الانفاق وضبطه، وان يكون هناك ضوابط صارمه ودقيقه للانفاق، مع العمل ايضا على زياده الايرادات. وبالتالي وجه يعني عرض وزير الماليه بعض الجوانب عن زياده الايرادات، منها يعني زياده الصادرات، وهذا شيء مهم جدا ان تبدا المصانع يعني المتعثره والمصانع المغلقه ان تفتح ابوابها وتبدا في التشغيل والانتاج، فتح اسواق جديده لمصر، زياده السياحه، وكما نعلم جميعا يعني ان هناك بوادر طيبه ومطمئنه سواء كان في سوق وفي بورصه برلين او غيرها من البورصات العالميه، بورصات السياحه يعني اقصد، ان هناك يعني بوادر طيبه جدا لزياده او يكون يعني موسم السياحه القادم مزيد من السياح ومزيد من الاقبال على مصر، وهذا سيزيد من تدفق الدخل الاجنبي الى مصر. ايضا يعني وجه الرئيس ايضا خلال هذا الاجتماع بعده مجموعات من التوجيهات يعني المهمه، منها تفعيل دور الاجهزه الرقابيه وحمايه المستهلك للحد من اثار التضخم
ان بعد يعني زياده اسعار السلع في مؤخرا ارتفع التضخم في مصر الى حد كبير، تمام، مما يعني ادى الى معاناه عدد من شرائح المجتمع والفئات محدوده الدخل والفئات الاولى بالرعايه. يعني احنا اذا افندم اكبر زي ما حضرتك قلت موازنه في تاريخ مصر اكتر من تريليون، احنا تريليون ده بنتكلم على 1000 مليار جنيه. تمام، اشكرك شكرا جزيلا. اهلا بيك استاذ ضياء الحجري مسؤول ملف الرئاسه بوكاله انباء الشرق الاوسط. والموازنه دي لا تعتمد الا بعد مناقشتها في مجلس النواب، يعني من حق مجلس النواب والنواب اللي بينوبوا عن الشعب ان هم يناقشوا بنود الموازنه بشكل اكثر تفصيلا، ولا تعتمد الا بعد مرورها من مجلس النواب، فدي نقطه مهمه.